خمسة. مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. بعد المرة بخصوص بلاغ توصلت قناة شوف تيفي بنسخة منه، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة مير السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع نظيرتها بمدينة المحمدية ومصالح الدرك الملكي بمنطقة بني خلف صباح اليوم السبت من توقيف 3 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاحتجاز والاختطاف والمطالبة بفدية مالية في إطار تصفية الحسابات في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار من سيدة تدعي اختطاف ابنها البالغ من العمر 24 سنة من طرف مستعملين سيارة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من توقيف المشتبه فيه الرئيسي واثنين من مشاركيه، فضلا على العثور على الضحية الذي كان مكبلا بمنطقة قروية بضواحي مدينة المحمدية. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن الضحية الذي يشكل موضوع عدة مذكرات بحث من أجل ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة كان قد اتفق مع المشتبه فيه الرئيسي على تزويده بكمية من الأقراص المهلوسة مقابل مبلغ 15000 درهم، غير أنه تسلم مبلغ الاتفاق ولم يوفر المؤثرات العقلية المطلوبة، فأقدم المشتبه فيه ومشاركيه على اختطافه واحتجازه ومطالبة عائلته بتسديد المبلغ المالي الذي كان قد تسلمه الضحية. وحسب البلاغ ذاته كشفت عمليات التنقيط أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرات بحث من طرف مصالح الدرك الملكي من أجل الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، كما مكنت إجراءات التنقيط المنجزة فيه إطار هذه القضية من حجز التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الحبل الذي استعمل في تكبيل الضحية، وكذا سلاح أبيض يشتبه في تسخيره لأغراض إجرامية. وقد تم وفق البلاغ ذاته إيداع كل من المشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في الاختطاف والاحتجاز وكذا الضحية المبحوث عنه في قضايا زجرية عديدة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.